السعودي عبد الوهاب الحربي. كل توفيق الفريقين وطاقم التحكيم من خلال الكره اللي مضت، لكن تروح لمحمد الان بيحاول يجتهد يقطع كوره، يوصل ريجيرو بيحاول عده الى خارج المرمى. اسلام سراج بيحاول تدخل اتى سريع من احد، يوصل ناحيه دوروسي يبدا بهجمه من العمق، تدخل اتى سريع كانت رايحه على طول. دولي ثلاث لقاءات وديه كما ذكر في وسائل الاعلام، في الباطن والفيحاء والفتح والتعاون، عنده تعادلين فقط. جميلة، وأيضا أستاذ تركي الحميداني من نادي الفيصلي ما قصر، أوف سايد مرفوع رأي من رئيسه فهد المدلج من الثانية للأولى للمحترفين. إسلام أندريا أبو سبعان يلعب حلو، واحدة كرة ملعوبة، تدخل من إسحاق على يسار بيحاول يلعب كرة، تلعبت بينية خطيرة بالرأس ملعوبة إلى خارج، طريقة مريحة جدا. فيصلي كان مسيطر، كان ضاغط، كان عمره 30 سنة، يعني لعب في نص الملعب أو حيلعب في الأطراف، أنا أتصور ممكن يسحب. أدخل فهد حمد، هذا بالنسبة للفيصلي، لاعب يلعب لوسام منصور حمد، فهد حمد فرساي يقدم الضوء ولا ادواردو ولا حيلعب معين ماشي عليه من سنوات. قد سمعتوا الفيصلي عليه شكاوى هنا وقبلهم كان روجيرو، وبعدين لما دخل فهد حمد طبعا يختلف العطاء من لاعب الاخر، ولكن الجميع مكمل من سلطان الدعيه في نص الملعب، توصل حيخترق على طول ولكن رجع. Thank you.
على أرضية هذا الملعب الذي ظل في خلال الجولات الماضية دون اللعب عليها لعدم الجاهزية. لدينا قائمة ومينا حديثا للدوري، الحديث يأتي عن عز الدين دوخ. بيدرو التغطية حاضرة من جانب فورسي. سميث سكال لدى الفتح، فورسي صاحب الخبر بعودة واحد من فريقي المدينة المنورة. مقطوعة عدد من التمريرات الخاطئة، تسرع حاضر في الصناعة في التمرير من جانب الفريق الأحلي وكذلك علي المزيدي. فرصة شوف الآن لاعبي أحالية عبد الله اليحيى أرسلها ارتقاء من فورسي السعودي للمحترفين لموسم آخر. وحتى للدفاع للفتح، فرصة خطأ ممنوع من أمامي بيدرو، لكن أيضا والدفاع من قبل أحد سالم على كرة ومحاولة وأرضية أسيب إيقاع لاعب يرتفع ومحاولات وبحث يأتي أحد يعتمد تمريرة من العمق واصلة لدى ماتياس كارلوس إدواردو، لكن إسحاق فرصة من محمد محسن، كرة سلامة تنفذ سالم أرضية أرضية ويعيد كرة للخلف لدى حسن كادش. بعد ذلك المحاولة كرة من جانب ريفاس، محاولة وصلت طولية ماتياس تبدو خطيرة، لكن إسحاق فرصة نتلي بيروزي، كرة لدى كارلوس إدواردو، محاولة أرضية إسحاق فرصة وصل فيصل درويش، فرصة الغاني دلوقتي في السيمي فاينل. وهنا البينيه والمحاوله بين يبطو مع ايزاك فرسا، بيحاول بين يبطو عايز يلعب محاوله من ناحيه اليسار، فرصه للشباب وعرضيه وهنا راسيه، لكن اسحاق فرسا يطلعها من جديد. شوف المحاولات بقى من جادي، هو اللي بيطلعها، نزل في وسط الملعب عند محمد سالم اللي بيلعبها طويله. محمد سالم نتمنى له التوفيق، المدير الفني الوطني لنادي احد اللي يقدم لقاء كبير. رخ الشمري وامامه اسحاق فرسا، فرسا يامن عليه كويس ويغطي صالح، يلعب الكرة على الأرض عالية من محمد الجردي، ولكن هنا بقى إسحاق فرصة يمتلكها خالد المعجل ومحمد المغنم ونايف مرزوق وبينية، محاولة من تاني وادي كورة، لكن إسحاق فرصة من يتوقعوش تاني الصراحة. بصراحة نتيجة لا على البال ولا على الحسمان ولا على الخاطر تماما. أيضا فتيني لويس إدواردو، محمد عطية سامي بالخطأ واصل لدى التجوزين التوحد بالقادسية في الدوري، ذلك قرية باللعب تعود قد سوية. فاتو طيارة تفيض يلعب كرة عالية، ستانلي يحاول الهروب يعطي كرة أرضية آخر، يقول المهم أن يبقى أحد في ضربة ركنية. لبيد يلعب كرة عالية وفرصة يتأخر من أمام أحد، ستانلي هل يظهر بكرة أرضية فور لدى العمري، مرور يأتي من العمري، محاولة للتوغل الكرة الأرضية اصطدمت في فرصة تغطية من الوقت البدل الضايع مباشرة للأمام، يبحث بكرة لكن فرصة الأخيرة للقادسية عالية. إضافة إلى فكريدو ومحمد عطية ومحمد محسن، الآن كرة توصل ومحاولة وفرصة وتغطية مثالية مضمونا، الآن فرصة 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 ولا قرار. مدفع يطلب كرة، كرة توصل من أمام، وأي مهاجم آخر السومة معتز هوساوي في دكة البدلاء. إسحاق فرصة في اليمين أهلاوية، الضغط على مرمى دوخ عند مقهوي، بيحول الكرة من جديد والكرة عندنا ما هنا في المدينة المنورة. ماذا سيحدث؟
مرسل عالية هدف نقاطيا. الآن كرة توصل والأهلي يحاول تحقيق رجل بالرغم من تمسك نادي نصر حسين المدرب الجزائري، بينما عندنا كرة أمامية حاول من جانب الرائد طويلة وأمامية لكن في المكان المناسب عرضية داخل حسين شويش تلعب كرة طويلة وأمامية بالرأس سبعد من جانب فن التعادل بدون شك. كرة أمامية طويلة عند السوادي أحد كان تهيأت له فرصة طويلة، هذه الثالثة مررها شيكو عند الشبري بانجورا بانجورا تغطية موجودة عليه لا زالت مستمرة. ياسر على الطرف مواسي سلمان الفرج والتقدم يعطي تمريرة لدى سالم الدوسري كرة لدى الهلال ضيف تمريرة إسحاق أو كرة لدى سلمان الفرج بالكاب تبعد من جانب إسحاق فرصة عطني إياها الملعب وهنا خاطئة من توخا نواف لمسات هلالية محاولة أنا وخلي كل دار وطننا محاولة مستمرة خذوهات لكن أيضا ذلك الرائد والفتح 2-2 في اللقاء الذي يقام سالم الدوسري محاولة للتقدم سالم يفقد كرته ولبا مهند فلاتة عمر خربين سالم في المساحات الضيقة نواف انطلاقة فرصة ذكر اسمه الآن الكرة تبعد من إسحاق من البداية في العميد وسط من في الكون يجهل التعاون وفي تمام الساعة 18 لقاء الهلال يستضيف فيه الرتا وصلت لربيع سفياني بحول عكاشي تغطي يوما إلى الآن الآن هو يعود للهجوم الذي تعرض للإصابة بعد ذلك لدى عمر إبراهيم أو عمر هوساوي اللاعب الذي يقدم ومراقبا للقاء مشعل يعود للوقوف كرة بدر لكن أيضا محمد عطية يعيد الكرة مرة أخرى فرصة كرة طولية فرصة لعله مؤقتا حتى لقاء الاتحاد ما سيطر عليها الجميع على منو ماجد عبد الله خارج نطاق المقارنة الفريق النصراوي هذه محاولة من جانب إبراهيم يلعبها ليوناردو بيريرا مرة أخرى لمسة ومحاولة أقرب ل 21 لا زال موجود وليس بعيدا عن دائرة الخطر بعد ذلك 19 تنبرغ اللي تقريبا حكم كل ما يحلم فيه أي حكم في العالم